نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الحدث الأبرز على مدار الموسم في القارة السمراء، خصوصاً إذا كان ديربي كبير بين فريقين عملاقين في القارة. ورغم اقتراب النادي الأهلي من تحقيق المراد من مباراة الذهاب، إلا أن انطلاقة خاطفة من وداد طائر صنعت الحدث وتسببت في هدف ذهبي أعادهم للمنافسة. فمن هو الظهير الطائر أيمن العملود؟ عادت المتعة المضاعفة من جديد مع إعادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظاماً نهائياً لبطولة دوري أبطال إفريقيا إلى النظام القديم بنظام الذهاب والإياب. النادي الأهلي التقى الوداد المغربي في مواجهة قوية ضمن واحد من دربات شمال إفريقيا، وكان ذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة بين جماهير المارد الأحمر. سيطرة كبيرة كانت للنادي الأهلي على مدار أغلب أوقات المباراة، مشعلاً حماس الجماهير باستحواذ مثالي وهجمات متتالية قبل أن ينجح في كسر دفاعات الوداد الصلبة بالفعل. قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، ضرب الجنوب إفريقي بيرسيتاو شباك الوداد بأول الأهداف برأسية مميزة، مستغلاً عرضية مثالية من جانب حسين الشحات. ومع بداية الشوط الثاني، حاول نادي الوداد المغربي العودة إلى المباراة وشن بعض الهجمات على مرمى النادي الأهلي والتي كان أغلبها من الجانب الأيمن، لكن النتيجة كانت مرتدة خطيرة من الأهلي، وبالفعل الهدف الثاني في شباك الوداد بتوقيع محمود كهربا وصناعة من جديد لحسين الشحات، يقترب الأهلي من الهدف المنشود. وسارت المباراة نحو خروج الأهلي بالتفوق المطلوب بثنائية نظيفة ليسهل مهمته في مواجهة العودة في المغرب، ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد ليضمن مكانه على منصة التتويج. محاولات الوداد كانت على استحياء، إذ خاف الفريق من استقبال هدف ثالث يدمر كل ما عمل عليه الفريق المغربي طوال اللقاء، فاستقبال هدف آخر يعني نهاية الأمور حتى قبل السفر إلى الدار البيضاء. وفي الدقيقة 85 كانت هناك انطلاقة مفاجئة من الجانب المعتاد الأيمن للوداد، ولاعب طائرة يقتحم منطقة الجزاء ويمرر التمريرة السحرية التي وجدت طريقها إلى سيف الدين بوهرة ليسكنها شباك الأهلي ويعيد الوداد للمنافسة من جديد. هذا الظهير الطائر هو أيمن العملود صاحب 29 عاماً، والذي بدأ رحلته الكروية مع نادي زرارات في الدرجة الثالثة المغربية قبل أن ينتقل للجيش الملكي في فرق الشباب قبل التصعيد في 2013. وفي سن 19 عاماً لعب للفريق الأول للجيش الملكي المغربي، ولعب وقتها 45 مباراة في مختلف البطولات وساهم في هدفين فقط قبل أن ينضم للوداد في 2019 في صفقة انتقال حرة. ومع الوداد المغربي لعب العملود 92 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفاً، من بينهم الهدف الحاسم والذهبي في ذهاب نهائي دوري الأبطال. رغم قدراته الكبيرة إلا أن فرصه مع المنتخب المغربي صعبة للغاية، وذلك في ظل وجود الثنائي أشرف حكيمي ونصير مزراوي لاعبي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، لكنه رغم ذلك يتواجد في القائمة المبدئية لفترة التوقف الدولي القادمة.